السلام عليكم. امرأة خليجية حجت 7 مرات ولم تستطع رؤية الكعبة المشرفة مع أنها وقفت أمامها، فماذا فعلت حتى لعنها الله تعالى ومنعها من رؤية الكعبة؟ إن الخطأ والوقوع في الزلات هو من طبع النفس البشرية، وكل الناس خطاؤون، ولا عصمة عن الذنوب خاصة بالأنبياء والرسل، ولذلك فقد أمرنا الله تعالى بالاستغفار والتوبة. ولكن هذه المرأة فعلت ذنبا عظيما جعل الله يرفض توبتها مهما فعلت، لا بل ويحرمها من رؤية الكعبة بالرغم من زيارتها لها 7 مرات متتالية. فما هو هذا الذنب العظيم الذي فعلته هذه المرأة، وكيف انتهت قصتها العجيبة؟ تابعوا معنا. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسى الضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا على الاستمرار. هذه القصة هي قصة حقيقية بجميع تفاصيلها، وحدثت لإحدى النساء التي قامت بالاتصال بالشيخ عبد الله الشحاتة في قناة إقرأ ليجد حلا لمشكلتها بعد أن يأست من رحمة الله تعالى، وروت له ما فعلت وما حدث معها ليقشعر جسد الشيخ من هول الصدمة. ففي إحدى الأيام جاء للشيخ اتصال من إحدى النساء وقالت: السلام عليكم يا شيخ. فرد الشيخ عليها السلام ورحب بها وطلب منها طرح سؤالها، فقالت له المرأة: يا شيخ، أنا فعلت ذنبا كبيرا في حق ربي، فهل يمكن أن يغفر الله لي؟ يرد عليها الشيخ: إن الله غفور رحيم. يقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فقالت المرأة: ولكنني ارتكبت ذنبا عظيما لا يمكن تكفيره، وقد حاولت التوبة بجميع الأشكال، ولكن الله عز وجل لا يقبل توبتي، لدي إحساس أن الله لن يغفر لي مهما فعلت. فرد الشيخ: اصبري يا أختي ولا تيأسي من غفران الله، إن الله غفور رحيم، ولكن ما الذي جعلك متأكدة أن الله لا يقبل توبتك؟ وهنا كانت المفاجأة الصاعقة، فأجابت المرأة: لقد حججت 7 مرات لأتقرب من الله تعالى وأكفر عن ذنبي، ولكني لم أرى الكعبة حتى الآن، فأنا أدخل الحرم وأرى الناس يطوفون ويصلون، ولكن لا أستطيع أن أرى الكعبة مهما حاولت، لدرجة أنني طلبت من النساء في الحرم وضع يدي على الكعبة ولم أشعر بشيء، ورغم أن الكعبة كبيرة جدا إلا أنني لم أستطع رؤيتها أبدا. بدت علامات الذهول والاستغراب الشديد على الشيخ، وتملكه الفضول، فقال لها: من المؤكد أنك قد فعلت ذنبا عظيما، فقول لي ما الذي فعلته حتى غضب الله عليك لهذه الدرجة؟ فترددت المرأة وبدأت تتأتأ وقالت: لا أدري، مارست الفاحشة مع أحد الرجال، أو لا أدري ماذا فعلت بالتحديد. فقال الشيخ: مستحيل، بل يوجد ما هو أكبر من هذا الذنب، فأخبريني بما فعلت حتى أستطيع مساعدتك. فقالت المرأة بتردد: حسنا، سأخبرك بالحقيقة، أنا أعمل كممرضة في أحد المشافي، وكانت لي علاقة مع الدجالين الذين يفعلون السحر والشعوذة ويستعينون بالجن لإيذاء الناس وتدمير حياتهم، وكان هؤلاء يأمرونني بأن أخبئ السحر والعمل الذي يعملونه في أجساد الموتى مقابل إعطائي لمبالغ مالية كبيرة، فكنت أقوم بالدخول على جثث الموتى، وكنت أضع السحر في فم الموتى ثم أغلق فم الميت دون أن يراني أحد، ومن ثم يدفن السحر مع الميت في قبره، وقد قمت بهذا العمل مرارا وتكرارا. وعندما سمع الشيخ هذا الكلام غضب بشدة وبدأ بالصراخ قائلا: أعوذ بالله، أنت لا يمكن أن تكوني مسلمة، لقد أشركت بالله عز وجل بهذا العمل وسببت الأذى والدمار للناس وأنت تعلمين بذلك، فكم من عائلة تدمرت بسبب فعلك هذا، وكم من امرأة هتك عرضها، وكم وكم. فبدأت المرأة بالبكاء عندما علمت أن الشيخ لن يستطيع مساعدتها،
وتأكدت بأن الله تعالى لن يتوب عليها. ولم تنتهي القصة هنا، فقد قدر الله عز وجل أن يفتضح أمر هذه المرأة ويعلم الجميع بنهايتها الوخيمة. فبعد حوالي أسبوعين وفي البرنامج نفسه، قام أحد الأشخاص بالاتصال على الشيخ عبد الله وقال له: السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ؟ أنا ابن المرأة التي اتصلت عليك أيها الشيخ قبل أسبوعين واشتكت لك من عدم رؤيتها للكعبة. فقال الشيخ: نعم يا بني، تفضل. فقال الابن: يا شيخ، توفيت أمي وقد ماتت ميتة طبيعية، ولكن الشيء الذي حصل ولم أكن أتصوره حدث معنا ساعة الدفن، فقد حملت أمي مع بعض الناس لدفنها، وعندما أنزلناه إلى القبر بعد حفره حصل أمر عظيم، فلم نستطع دفن الجثة، حيث أننا كلما نزلنا إلى القبر كان يضيق علينا فلا نستطيع الوقوف فيه، ومن ثم نخرج ونعود ولكنه يزداد ضيقا، حتى ذعر كل من كان معي وتركوني، وبدأوا يقولون لي: أعوذ بالله، لابد أن أمك قد عملت شيئا عظيما. فتركوا أمي على الأرض لا أحد يستطيع مساعدتها، فجلست أبكي ولا أعلم ما أفعل، حتى رأيت رجلا مميز المظهر يقترب مني وقال لي: اترك أمك مكانها واذهب ولا تلتفت وراءك. فلم أنطق بكلمة واحدة وذهبت، ولكنني لم أستطع أن أترك أمي دون أن أرى ما سيحدث لها. فالتفت للخلف وإذا بي أرى نارا عظيمة تشتعل بجسدها وتبتلعه. فسبحان الله المنتقم الجبار الذي لا يتهاون في حقوق العباد. فما فعلته هذه المرأة هو أفظع من كل ذنب ومن كل الآثام. فهنالك أنواع من السحر الخبيث لا يمكن إبطالها إلا عند إيجادها واستخراجها. كما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دله ربه سبحانه على موضع سحره استخرجه، فلما استخرجه ذهب ما به حتى كأنه نشط من عقال. فهذا من أبلغ ما يعالج به المسحور. ومن المؤكد أن سبب غضب الله على هذه المرأة ولعنه لها هو أن فعلها هذا كان له دور كبير في إيذاء الناس والإضرار بهم وتدمير حياتهم. اللهم اغفر لنا واحمينا من الأسحار، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ودمتم بحفظ الله ورعايته.